هيثم التميمي ممثل الطلبه بالمدرسه الوطنيه للعلوم العالميه. في علاقه بتحرك نتاع اليوم، تحرك قطاع الهندسه والوقفات اللي قاعده تصير في قطاع الهندسه الكل على كلمه رب الجمهوريه، اللي قاعدين نلاحظوا فيه اللي فما تجاهل كبير من سلطه الاشراف لمطالب الهندسه، فما تسويف وفما عدم جديه حقيقيه في التعاطي مع التحرك هذا. وهذا نجم نراه من خلال البليغ الاخير لهبطت وزاره التعليم العالي اللي في صفحته الاولى هو عباره على قصيده مدحيه في القطاع الخاص، وهذا يزيد يستفز اكثر الموجودين في القطاع العام، لانه حقيقه ما نحتاجه اليوم هو لفته جديه لقطاع نعتبره انه تونس في حاجه ليه في اطار بناء الاقتصادي اللي لازم يصاحب البناء السياسي اللي نعيش فيه اليوم في البلاد. اليوم اللي طلبنا به هو مطالبنا كانت على اثر قراءه الاشكاليات تتمثل في ثلاثه محاور. المحور الاول هو البطاله اللي تتفرع عليه مشاكل قطاع الهندسه والاسهال اللي قاعدين نعيشوا فيه في انشاء مدارس مهندسين الغير مراقب، الدخول نتاعها غير موحد وليس خاضع لا لمناظره وطنيه ولا لمناظره خصوصيه ولا لاي معيار علمي يثبت جداره الناس تدخل للمدارس هذه. الاشكاليه الثانيه هو فقر الاختصاصات اللي قاعدين نعيشوا فيه اليوم، واللي يتمثل في انه اكثر من سبعه، نعطي مثال بسيط، اكثر من سبعه مدارس مهندسين قاعده تقري في اختصاص الاعلاميه فقط، وفقر الاختصاصات هذا لا يعكس نشيزنا الصناعي في تونس اللي يقبل اختصاصات اخرى قادره تفيد البلاد وقادره توفر كفاءات في الشيء هذا. النقطه الثالثه اللي قاعدين نعاني منها هو مساله التكوين. اليوم مساله التكوين اللي غير خاضع الى حد الان الى لجان مراقبه حقيقيه وتطوير حقيقي للتكوين اللي قاعدين نقراو فيه في قطاع الهندسه، واللي هو متخلف بارابور للتقدم اللي قاعدين نشوفوا فيه في العالم وفي على المستوى التكنولوجي على المستوى العلمي. الوزاره اليوم باش تجاوبنا جاوبنا بمطالب فضفاضه، سهل الدخول منها وسهل الخروج منها، يعني دخلك من باب تخرجك من خوه، مطالب فضفاضه جدا فيها تسويف، لا وجود لرزنامه واضحه تعطي رساله طمأن للطلبه الموجودين هنا اليوم باش يعرفوا ان وزارتهم ماشيه حقيقه في اصلاح جدي للقطاع هذا. ثم المطالب هذه حقيقه لا تستجيب للمطالب الموجودة عند الطلبة. والإشكال الأكثر والأهم هي قصيدة تامر حسني للأسف اللي موجودة في الورقة الأولى للبليغ اللي خرج امبارح، واللي يثبت وأنه يبدو لي وأنه وزير التعليم العالي قاعد يخضع لضغوطات من مدارس المهندسين الخاصة. إذا كان ما تمش تجاوب مع طلباتكم، شنو الخطوات التصعيدية الجاية؟ الخطوات التصعيدية موجودة، وهذه راهي نقطة من بحر من التصعيد نجم نعملوها، موجودة إضرابات الجوع راهي واردة. مسألة هناك إذا كان الوزارة حابة تدفع بقطاع الهندسة إلى سنة بيضاء، واليوم نشوفوا في عدد هائل من البريباراتوار قاعدين يحبوا يعديوا سنين الكونكور ناسيونال، وقاعدين نشوفوا في تجاهل تام من اكتظاظ المدارس المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية. إذا كان الوزارة حابة تهز قطاع الهندسة لأنباس بالطريقة هذه وحابة تجعل من قطاع الهندسة ضحية أخرى كما للمدير اللي قاعدين نعيشوا في تونس كما غيره من الاختصاصات الموجودة في البلاد، هي حرة في الشيء هذا. ولكن اللي نعرفه هو أنه إذا كان نحبوا نبنيه بناء سياسي حقيقي ونحبوا نبنيه دولة ما بعد ثورة ماتوا فيها 300 شهيد، راهو ضروري جدا وانه البناء الاقتصادي يكون عنده اهميه واهميه قصوى بالنسبه لنا نحن، والبناء الاقتصادي عمود الفقري هو قطاع الهندسه وطلبه الهندسه والتكوين الهندسي.